بنا بح بلاران و لغو تاگير يمن نمد ايه ودا شركة ومد دا سوماليات ايه شركة لندن ايه امان تا لغو قبطة قده همقالة دا بوح والله ايه حرون تا قبل كعين بنا بح انا ايساق من قابيان داد که ديگان كو ايه كسو غيب غلين قيبا كلا دوين ايه بلشة دا سيدا عرده دا ورورة دا دان يرى دا ورورة دا هوين كا وحقرات كا قبل كا ايه مدح دا مامول كا خاتم ايستايد ايه سيوين لغو سو دو ايه شركة قيبا كلا دوين ايه سومالي دا لغو قبان ايه مقالة دا لندن ايه حرون تا ودن كا بيتن عقل آدن علي أحضر أو مانت قبتو كاها بنا بحي مانت عيا هل كاسي كهالي آبار لكم آدر إنا صوبحا بلالن أدو تاقير إسان خاتم إستيان يسوما علي من يمي أدو تاقير إسان يشرك اللدن يسوما علي دلوغو خمتين إشي سين تسوما علي أدو تاقير إسان آبار لكم آدر إنا مالك اللبات آدر فكر كيام وحوهي إنا أدو تاقير وشرك اللدن يومي نما وسوما علي وزيرك أرمها قدها إمام بلك خاتم إستيد ياسين أحمد سلوك يا وزيرك حيغانك أرمها بشد إمام بلك خاتم إستيد في صوماليا عبد الشباء أيا لبادو بكولان كاسي مانتك هالي مدحوينها مامولك خاتم إستيت أوف صوماليا محمد يوسف تامع عند الشيخ أي يسوقنا هلك أسيقها اللي كنا درادي من نمضى أمد صوماليا سيدا أيوه ناكسنتهي وعن نوجه إلى مامولك هرقيسة يقول سنة خلاطة تقوى يوم سنة كتبهيدة هي سنة كتبهيدة دولة وصعبها يسوقها زيك السبها هاتي بنام بحن ما انت كده عقودها مقالدة بوهو اللي ايا كسو بيقم يحيلي مقالدة لندن اقوتن كابتن لقو قبان يشير ليسوكو كان يدن عيادة سومالي دا احمد محمد نظيف رويال تي في بوهو اللي
barnaamijyo ballaaran oo ka dhacay deegaamada Khartoum ee sida Soomaaliya barnaamijhan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulkaasi barnaamijyadan ayaa waxay ka kala dhaceen magaalooyinka Tukaraq, Talaax, Boocame, Arboogays, Sarmaayo, Ballacad, Buuhole barnaamijhan oo lagu muujinayo shucuurta dadkaasi inay ogol yihiin in midnimada Soomaaliya ay tahay muqaddas iyagoo beesha caalamka halkaasii fariin uga direen mas'uuliyiinta kala duwana ee barnaamijyadaasi ka hadlayay ugu horeyn waxa halkaasii barnaamijyada ka dhacay magaalada Tukaraq ayaa waxa dadweynaha aad u fara badan kala hadlay goob fagaaraha taliyaha ciidamada xooga Khartoum State of Somalia oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay midnimada Soomaaliya geesta kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay odayaal iyo cuqaal fara badan kuna dheeraaday ahmiyadda ay leedahay midnimada Soomaaliya غرور كان يا شعيب كان با دولة ذلك متلا ربي يا سومالي وين نبات كسو دبال دول بان توبة دان الرقو رول لباته بيلا هل جيلا هل رقام باقم باته رقان عالو عايدين وعيدياتهين وحادينا هاي سفرين تبع ميرانتين Somali Hana Somali Hana Khartoum 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 Hana صلى الله وتوفيق دقائق ويد السبيا هاتوا بول هاتوا نستغلني من مانسا هنا يقوموا تنا الدرين كينا يعرفتنا هنا يقوموا تنا نستغل من هاتا كان وحاتنا وعند حيوة جدنا مقابلنا ما من الله قدر الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقابلنا kasoo jeedana tahay in ku qaldan raayo caamka ku qaldan horey baad dhigayna noosi ismaan la hadlay ugaal baan la hadlay ogolyaal baan la hadlay siyaasiyiin baa ka hadlay waxaa loogu baaqay dhow jeer marar badan inay ku noqdeen guryahoodii oo ay naga tagaan sidaa sidaa la kaliya ka baxaa ayaa qofka loogu baaqay ilaahay kuma duwin hadaanay dambaynin anagu laakiin kuwii baryaya imanihiina waxaa walaay kuwii loo sameeyey waxa ay aqbali waayeen inaan magaca gobolada state ka khaatimo iyo shacabkiisa codkiisa anaga ku hadlano waxaan halkan ugu sheeganaa beesha caalamka in aanan diyaar u ahayn kaago soomaaliyeed baa bee soomaaliyeed inaanu diyaar u ahayn dikari nolol S24 TV magaalada Xudun ee gobolka